هادو رجال الشرطة كيتسلاحو مساكن من الفوق، شالو فيهم العافية وكيتسلاحو من الفوق، هادو رجال الشرطة مساكن. وجههم محروق، شوفوا الناس كي دافعوا عليهم، الناس كي دافعوا على البوليس، علاش الاخرين اللي اللور كي ضربوا بالحجر، وهاد الشيء الزنقة طويلة. الزنقة طويلة خوتي المواطنين، وغادي يبقى عليهم بالحجر حتى غادي يفوتوهم حتى الاخر الزنقة لتحت. هاد مول البيض عقلو عليه، هذاك نشيط، وهاد الشارع كامل غادي ها هما مساكن في تجمعو ها هما، وغادي يخرجو عليهم الزنقة الأخرى من هنايا، وها هما مساكن غيجريو عليهم حتى يركبو في السيارات ديال الشرطة، جراو عليهم في الشارع كامل هما كياكلو في العصا بالحجر، ها هما تلاقاو دابا الأخرين جاو من الزنقة هادي. والخرين جاو اللي جاو من اللور اللي كانوا اللور، وثم شفتو في الاول كاين بعض المواطنين اللي مساكن ما بغاوش داكشي، ولكن غلبوا عليهم هاد زولات السوق هاد الزنادقه، واللي منهم هاد مول البيض هذاك اللي كيبان نشيط من الاول ديال المعركه، وهو كيبان داك مول البيض.
شوفوا الناس في الاول كي ما بغاوش كي ما بغاوش لذاك الشيء. كاين واحد الراجل كبير غتشوفوا شي وحدين هذا وشتوه ما باغي ما الناس ما بغاوش، ولكن الاخرين اللور بقاو كيضربوا بالحجار بزاف وغادي يخرجوهم بحال اللي قلنا. الشارع كامل هذا كامل تل تحت تيركبوا في السيارات من دابا وما كياكلوا في العصاب الحجر حتى يركبوا مساكن في السيارات، عندهم المجروحين وعندهم مساكن مشكلة صافي. هاد مول البيض هاد ولد الحرام هذاك نشيط من الاول، هو كي هو الاول اللي بدا بالحجر هو وهاد هاد خينا هاد مول الصفار هذا. شتي الشرطة مساكن هربوا وتجمعوا لتحت ومشاو تركبوا في السيارات ديالهم، كان هذاك هو الحل. وزعما هما ما قادرينش عليهم الا